وطالب الله وطالب الطيبين الخيرين أهل الدول العربية، كل من يسمعني ويتصنت على صوتي وعلى حكي وعلى شكلي يحبوا يساعدوني، جزاهم الله ألف خير وتنزرع ميزانات حسناتهم. والله يا ابن أختي يا ابن أخويا، خالتك أرملة وفقيرة، وعندي 3 بنيات يتيمات، ولا عندي صوبة ولا عندي حطب ولا عندي حالة مادية، وفقيرة وما عندي غير عونة الله، ودحقهم على خيمتي مكشمة وتخر علي، والله ويوم يجي المطر ما يكن أقعد عند الجيران يا ولادي. واني آني شايفين حالتي وشايفين مدي وشايفين نومتي وشايفين شكلي، وطالب من الله ومن الطيبين الخيرين اللي صورتي تنشر عليهم، يحبوني يساعدوني، الله يوفقهم الله يحميهم الله يجزاهم خير، كل من يسمعني وكل من يتصنت علي، على أم اليتيمات الأرملة الفقيرة. عندي بنيات 2 و2 يريدن عدسات العوينات، وما عندي حالة مادية، عندهن شبكة ضعف بالشبكة، وكل ما أخذن على الدكتور يريدن عدسات، وكل عين يطلبهم علي 500 دولار وما عندي. رحت ابن حلال انطاني 100 دولار، ورحت عاينتن عند الدكتور ويريد كل عين 500 دولار، والحالة تعبانة. والله جاعد خبزي والله العظيم، واني حلف الله صحيح من الجيران جاعد يجيني، واني ام المرضانة عمري 75 سنة، والله مرضانة بيا غضاريف بركبي وبيا غضاريف بديا، واروح القط نايلو واعلج على النار هي النار، واساوي كاسة شاي، واني فعلا صحيح من الله، هو اللي يعلم بيا، العبد ما يعلم وش عندي وش ما عندي، وكل كلام نسلف لكم اياه صحيح. وكان عندي الشايب يردرد علي ومرض، كل شيء عندي حطيت له، سويت له عملية مري وسويت له عملية معدة، وكل شيء من الله ومن الطيبين فزعوا لي، واللي عندي حطيته. والله صار لي 11 سنة مهجرة، دحقهم أطلب خيمة ما حد ينطيني الا خيمه هالسفينه، ناس حنت علي ودح اقولها مكشمه، شايفين هذا اقولها، ودح اقوم مدي ها شايف، وكل العالم صبت ما عندي ماديه تصب، ما عندي شيء تصب، ما عندي اجيب بلوك، ما عندي اجيب حطب، هالدردعه هاي اعالجها شايفينها، والله العظيم اعالج هالدردعه، اعالجها واتحمل دخان شد حلقي.